من تأطير ثلة من الأساتذة الكرام، يعطونا مستجدات في علم الأمراض المزمنة هذه والعلاقة بأمراض القلب. وهنا كنا قسمنا هذا اللقاء هذا على عدة سيسيون، منها أمراض القلب والداء السكري، أمراض القلب والليبرتنسون أرتيريال، أمراض القلب والسمنة، أمراض القلب والأريتمولوجي، وعدة أمراض. يجدر بالذكر أنه كانت هناك أكثر من 35 ولاية مشاركة وأكثر من 400 مشارك في هذه التظاهرة العلمية. اتسم المؤتمر التاسع بن يوسف بن خدة لأمراض القلب والشرايين بتنوع في المواضيع، مواضيع مهمة جدا بالنسبة للطبيب العام هي أمراض القلب والشرايين، اللي هو مشكل تاع صحة عمومية، إلى جانب التطرق إلى أمراض القلب عند الأطفال، وإلى المشكل الذي يؤرقنا اليوم وهو ظاهرة السمنة، ظاهرة السمنة عند الأطفال تاعنا في الوسط المدرسي، وكيفية دور الطبيب العام كيف في معالجة هذه الظاهرة مع أولياء التلاميذ. الهدف تاع هذا المؤتمر هو توعية حول الأمراض المزمنة وخاصة أمراض القلب، والرسالة تاعنا متوجهة خاصة للأطباء العامون، للميديسان جينيراليست اللي راهم حاضرين اليوم من كل بقاع الوطن، والهدف هو إبلاغهم عن المستجدات وبعض البحوث القيمة والمهمة.